تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الجغرافيا، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أربط بسهم. لدينا الجبال، السهول، الهضاب والصحراء. أرض قليلة الارتفاع، أرض تغطيها الرمال وقد نجد فيها الواحات، أرض كثيرة الارتفاع وقد تشكل سلاسلا، أرض مستوية وصالحة للزراعة. لدينا الجبال، أحسنتم، الجبال هي كثيرة الارتفاع. أربط أرض كثيرة الارتفاع. لدينا السهول، جيد، أرض، أحسنتم، مستوية. أربط السهول، أرض مستوية وصالحة للزراعة. لدينا الهضاب، جيد، أرض قليلة الارتفاع. ورابعا الصحراء، أحسنتم، أرض تغطيها الرمال وقد نجد فيها الواحات. نراجع، لدينا الجبال، أرض كثيرة الارتفاع، لدينا الهضاب، أرض قليلة الارتفاع، ولدينا السهول، أرض مستوية وصالحة للزراعة، بينما الصحراء أرض نجد فيها الرمال، معناه تغطيها الرمال، وقد نجد فيها كذلك الواحات. إذا الأكثر ارتفاعا هي الجبال، ثم في المرتبة الثانية الهضاب قليلة الارتفاع، بينما السهول مستوية، أرض مستوية، والصحراء نجد فيها الرمال. ننتقل إلى التمرين الثاني. أجب بصحيح أو خطأ. السهول الساحلية هي السهول القريبة من البحر. لا توجد في الجزائر جبال صخرية. يعد سهل المتيجة من أكبر سهول الجزائر الخصبة. الهضاب أكثر علو من السهول وأقل من الجبال. أقل من الجبال. نبدأ الأولى. السهول الساحلية، لدينا كلمة الساحلية، معناه موجودة في الساحل، هي السهول القريبة من البحر، ساحلية البحر. إذا إجابة ولا عبارة صحيحة، نكتب صحيح. لا توجد في الجزائر جبال صخرية، خطأ. لماذا؟ لأن يوجد جبال في تمرست، عبارة عن جبال صخرية، إذا لا توجد، خطأ. يعد سهل المتيجة من أكبر سهول الجزائر الخصبة، صحيح، المتيجة من بين أكبر السهول. وأخيرا الهضاب أكبر علو من السهول. الهضاب، قلنا أن الهضاب أكبر علو من السهول. لدينا المرتبة الأولى الجبال، أرض كثيرة الارتفاع، ثم الهضاب قليلة الارتفاع، بينما السهول مسطحة أو مستوية. إذا الهضاب أكثر علو من السهول، صح. الهضاب وأقل من الجبال، معنى الهضاب كذلك أقل من الجبال، صحيح، لأن الجبال هي الأكثر ارتفاعا. إذا الهضاب أكبر علو من السهول، صحيح، وهو أقل من الجبال، صحيح. نراجع، السهول الساحلية هي السهول القريبة من البحر، صحيح، الساحل هو قريب من البحر. لا توجد في الجزائر جبال، خطأ، لأن يوجد جبال صخرية في ولاية تمرست. يعد سهل المتيجة من أكبر سهول الجزائر، صحيح. الهضاب أكبر علو من السهول، صحيح. المرتبة الأولى لدينا الهضاب أكبر من السهول، والهضاب أقل من الجبال. الهضاب جاء في المرتبة الثانية ارتفاعا. التمرين الثالث: أكمل في الفراغ بالكلمة المناسبة. لدينا الثلوج، الشمالي، الطقس الجنوبي، والمناخ. هو حالة الجو لمدة يوم أو أسبوع. من مدة، نلاحظ أن مدة يوم أو أسبوع مدة قصيرة، أحسنتم، هو الطقس. اكتب الطقس. هو حالة الجو لمدة يوم أو أسبوع، مدة قصيرة، بينما هو حالة الجو لمدة سنة، مدة طويلة. من هو؟ جيد، المناخ. المناخ مدته طويلة، بينما الطقس مدته قصيرة. كاملة في منطقة معينة. يتميز المناخ السائد في،
بدرجة حرارة معتدلة وسقوط أمطار غزيرة. إذا حرارة معتدلة. كيف هو المناخ؟ هل في منطقة الشمال أم في الجنوب؟ أحسنتم، في منطقة الشمال. في منطقة الشمال درجة الحرارة معتدلة وسقوط أمطار غزيرة، على عكس المناخ السائد، معناه عكس المناخ السائد فيه، والذي يتميز بحرارة مرتفعة. حرارة مرتفعة، أحسنتم، موجودة في جيد الجنوبي، والذي يتميز بحرارة مرتفعة مع قلة تساقط أمطار في منطقة الجنوب. تتساقط في المرتفعات وتغطي الجبال بكثافة. من هي التي تتساقط في المرتفعات؟ أحسنتم، هي الثلوج. نراجع. الطقس هو حالة الجو لمدة يوم أو أسبوع. الطقس هو حالة الجو لمدة قصيرة، يوم أو أسبوع، بينما المناخ هو حالة الجو لمدة سنة كاملة، معناها مدته طويلة في منطقة معينة. يتميز المناخ السائد في الشمال، المناخ السائد في الشمال خصائصه أنه درجة حرارة معتدلة ويوجد كثير غزارة الأمطار، معناها أمطار غزيرة. على عكس المناخ السائد، المناخ السائد في الجنوب، ما هي مميزاته؟ أن حرارته مرتفعة وقلة تساقط الأمطار، بينما تتساقط الثلوج في منطقة أو في المرتفعات وتغطي الجبال بكثافة. ننتقل إلى التمرين الرابع. صنف في الجدول النشاطات التالية. لدينا نشاطات: تركيب السيارات، تربية الدواجن، زراعة الحبوب، محل سوبيرات، مستشفى، بيوت بلاستيكية، مصنع حديد، حقول الذرة. نشاط الإنسان في المدينة، نشاط إنسان في جيل. لدينا عدة نشاطات. نضع النشاط الذي يمارسه الإنسان في المدينة في هذه الجهة، والنشاط الذي يمارسه الإنسان في جيف في الجهة المقابلة. تركيب السيارات، أي صناعة السيارات أو تركيبها، أحسنتم، هو نشاط في المدينة. نكتب تركيب السيارات، نشاط موجود في المدينة. تربية الدواجن، أو بصفة عامة الدواجن هي الدجاج، أو بصفة عامة تربية الحيوانات، أحسنتم، موجود في الريف. تربية الدواجن نشاط يمارسه الإنسان في الريف. زراعة الحبوب، أو بصفة عامة الزراعة، يمارس الزراعة، نشاط يمارسه الإنسان جيد في الريف. زراعة الحبوب بصفة عامة الزراعة. محل سوبيرات، أي المتاجر الكبرى، سوبر مارشي، محل سوبيرات موجود، أحسنتم، في المدينة، أو نشاط يمارسه الإنسان في المدينة. محل سوبيرات، المتاجر الكبرى، سوبيرات. نواصل. مستشفى، جيد، هو مكان موجود في المدينة والإنسان يمارس فيه نشاطه. إذا مستشفى موجود في المدينة. نواصل. بيوت بلاستيكية، بيوت بلاستيكية يمارس فيها الزراعة، أحسنتم، موجودة في الريف. بيوت، كل ما يتعلق بالزراعة أو تربية الحيوانات نجده في الريف. بيوت بلاستيكية. مصنع حديد، كذلك كل ما يتعلق بالصناعات، نشاطات موجودة في المدينة. مصنع الحديد، أحسنتم، موجود في المدينة. مصنع الحديد. وأخيرا حقول الذرة، كذلك متعلق بالزراعة والفلاحة، حقول الذرة يمارسه نشاط إنسان في الريف. حقول الذرة. نراجع. نشاط الإنسان في المدينة، أي النشاطات التي يمارسها الإنسان في المدينة: تركيب السيارات، محل سوبرات، مستشفى، والمصانع بصفة عامة، أو مصنع الحديد. بينما نشاط الإنسان في الريف
كل ما يتعلق بتربية الحيوانات، خاصة تربية مثل تربية الدواجن، الزراعة بصفة عامة أو زراعة الحبوب، بيوت بلاستيكية متعلقة بالزراعة كذلك، حقول الذرة كذلك متعلقة بالزراعة، أي شيء متعلق بالزراعة، الفلاحة، تربية الحيوانات، نشاط يمارس الإنسان في جيل. بينما الصناعات أو المستشفيات أو كل شيء متطور يمارسه الإنسان في المدينة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.